لم يكن يتوقع الشاب السوري رامي الذي هرب من الحرب في سوريا متأملاً الوصول إلى السويد أن ينتهي مصيره في بلغاريا. 2013 أول ما بلشت الحرب تعرف صار اعتقالات كتير وحبس وقذائف وضرب، فقررت أنه أطلع وسافر على أوروبا. وبالطريق أنا انكبشت ببلغاريا، نحن كنا 10 أشخاص طبعاً كله يعني أكل ضرب وهيك. بعدين حطونا بالسجن وما بتطلعوا من السجن لحتى تبصموا، وضلينا يعني قاعدين شهر ونص، شفنا انه ما في امل وما راح يطلعونا فبصمنا وطلعنا زتونا بالشوارع، يعني ما في لا راتب لا سكن ولا شيء ولا كمبات ولا شيء فيه، بدك تضطر تنام بالشوارع انت. حاول كم رفيق من رفقاتي انه يطلعوا، فانكمشوا على الحدود البلغارية الرومانية وطبع عليهم قرار وانحكم عليهم سنة بالسجن. فأنا هون ما عاد فيني يعني أجازف أنا بهاي القصة وأطلع. كنت حاسس إنه بلغاريا عبارة عن سوريا بس بشكل آخر يعني. خيار واحد لا ثاني له أمام الشاب العشريني الذي قرر الرجوع هربا إلى سوريا ريثما يجد حلا يجمعه من جديد بأهله في السويد. استنيت لحتى أخذت الإقامة سنة 2013 في واحد جزائري سرق مرة بلغارية وطعن بالسكين فماتت، فالأخبار نزلت إنه هذا اللي سوى هاي الشيء هو سوري. جماعة عنصريين اسمهم الأتاكا هتلون صاروا ينزلوا على الشوارع كل ما يشوفوا حكا حدا عم بحكي عربي خصم السوري يعني بهجموا عليه وبضرب. قررت أرجع سوريا لأنه ما عاد عندي حل تاني، نايم بالشارع انه صار يعني بدك تهرب من العنصريين ولا من الوضع اللي انت عايشة فيه يعني موت على البطيء. فقلت خليني ارجع، هي موتي موتي، ارجع على البلد اكمل دراستي. ان ترغمك الظروف على مواجهة واقع مؤلم قد يصعب عليك تحمله هو تحديدا ما حصل مع رامي. غادرت الحدود النظامي، الحدود البلغارية من تركيا، رجعت على تهريب على سوريا. طبعا انا بس رجعت على الشام اكثر شيء كنت خايف منه هو الطريق، كان انه انا بعدني طالب وفيني اجل جيش، فهلا يعني بس خلصت دراسه وتخرجت ما عاد فيني انه اجل جيش، وصار الجيش يعني ما في مهرب منه، فلهيك اضطريت اطلع من سوريا واجل عند اهلي. يعني ما كان كمان عندي خيار تاني هلا غير لانه اروح الجيش اوقف على خط الجبهه او باجل عند اهلي. بعد كل المحاولات للوصول الى السويد قصة جديدة فتحتها له مصلحة الهجرة يروي تفاصيلها لنا. هلا طبعا أنا بس قابلت المحقق لبسمة دبلن، قلت له أنا صار لي مغادر 5 سنين الاتحاد الأوروبي، وتاني شيء قلت له يعني أنا مقدم لجوء إنه أنا هربان من الحرب، فأنا بس أرجع على دولة فيها حرب يعني إقامتي وملفي لازم يسقطوا لحالهم، يعني مع العلم إنه أهلي موجودين هون يعني كمان، وفي منهم معهم إقامات دائمة ومنهم معهم جنسية، وما بعرف ما لقيت أي تجاوب يعني. وطلع قرار ترحيل وهيك، فأنا قدمت على المحكمة. طبعا هلا عم بستنى قرار المحكمة. المحامي مجيد الناشي يشرح عن تفاصيل بصمة دبلن من الناحية القانونية. دبلن هو موضوع معقد شوي لأنه أغلب الأشخاص ما بيميزوا أنه دبلن هي مكونة من أجزاء مختلفة، فمن هذه الناحية بشوف أنه الأشخاص اللي بقضاياهم بعرف أنه مثلا ممكن يقوموا بإرجاعهم إلى بلغاريا وإلى هنغاريا، أغلب الحالات بيكون السبب هو لأنه السويد مش مصدقة أنه الشخص بالفعل رجع إلى بلده وتخبى كل هذه الفترة، بل بيعتبروا أنه هذه مجرد معلومة خادعة قدمها الشخص وأنه هذه الفترة هو كلها كان منتظر هنا في السويد. أما بشكل عام أنه الشخص اللي بالفعل خرج هذه الفترة من بلده، بنصح الشخص أنه يحاول يقدم أكبر عدد ممكن من الإثباتات أنه بالفعل خرج خارج دبلن. فإذا اكتشفوا أنه هذا الشخص أوكي عنده كان إقامة ببلغاريا، بلغاريا صحيح سقطت الإقامة بس بإمكانه أنه يجددها، فرح تحاول السويد 100% رح تحاول أنه تشوف أنه هل هذا الشخص ممكن أنه رجعه إلى هذا البلد أو لا، وإذا نجحت بأنه ترجعه فأكيد السويد رح تعمل محاولة بأنه ترجع الأشخاص. يبقى مصير الشاب رامي وغيره من السوريين رهن القرارات والأيام القادمة. لراديو روزانا، تاليا مصطفى، يوتوبوري، السويد.